طيب دلوقتي عاجل ابو تريكه بيحضر مباراه الاهلي اليوم لمؤازره الفريق، ودي حاجه كويسه جدا. واحد من اللعيبه المهمين ومن اكثر اللاعبين المحبوبين موجودين حاليا، وحاليا برضه موجود شادي محمد، موجود كابتن النادي الاهلي، وهشام حنفي نجم النادي الاهلي، وخالد بيبو نجم النادي الاهلي، كل دول موجودين في استاد مختار التتش، كلهم موجودين يمكن شايفين او حاسين ان في مشكله فنيه او في نتائج، فاللعيبه دي رايحه تتاذى، ودي حاجه محترمه جدا جدا من اللاعبين ومن المسؤولين حتى الموجودين. دي حاجه الواحد وهو لعيب يعني جديد بيشوف اللعيبه القديمه دي واللعيبه اللي عامله تاريخ واللعيبه العظماء دول او اللعيبه الجامدين جدا يجي له التمرين، اكيد بتدي له دفعه شويه، وهو كمان بيدي له كلمتين ثلاثه اربعه كده من خبراته، بتبقى حاجه حلوه، تحس الفرقه كلها ملمومه والدنيا كلها ملمومه. المكتب